معنا اليوم المسحرات سمورة. كان يا مكان مسحراتي زمان، إنسان بيحب كل الناس، طيب بشوش وبالإيمان مليان، صورته جميلة محفورة في الأذهان، نستدعيها مع حلول شهر رمضان. وعن المسلسلات في شهر رمضان يقول المسحراتي حكمته المتداولة في الشهر الكريم: الكوميديا فيها شفاء للناس، والمسحراتي سمورة يناديكم كفاية نكد الله يخليكم. والمسحراتي سمورة وهو يتجول في شوارع الحياة والفن ولسان حاله يقول: اصحى يا نايم وحد الدايم، رمضان كريم. ويقول المسحراتي للتلفزيون: يا تلفزيون يا مسهرنا طوال الليل، يا منور ليالينا، يا انت المسؤول عن ايقاظنا وانت عشنا، يا تلفزيون يا. ويقول المسحراتي للاعلانات: سوف اظل ادق على الطبلة واقول الحمد لله عندنا اعلانات تكفي وتفيض، احنا ممكن نصدر اعلانات للخارج وتعود علينا بالعملة الصعبة جدا. ويقول المسحراتي لمسلسلات رمضان: يا اولاد الحلال يا طيبين، المسحرات يقول لكم كفاية نكد الله يخليكم، فأنا لا أعرف لماذا أصبح التلفزيون كله مسلسلات نكد وغم. يا أهل التلفزيون رمضان كريم، اتركوا مكانا لمسلسل الكوميدي بين كل غم وغم. لأن الابتسامة هي التي تضيء الحياة. ويقول المسحراتي للفنانات الشابات: أقول لهم اهتموا بالأكل شوية حتى تقضوا على الوهن والضعف الذي أنتم فيه، لأن الصحة شيء مهم جدا للممثلة. وأطلب من أهل الخير أن يعطوا لكل ممثلة شابة كيلو لحمة، وربنا يتقبل مننا جميعا، ولا تبخل الممثلات التخان على زميلتهن الرفعات وأيضا القاصرات علشان يطولوا شوية، احنا مش هنشب علشان نشوفكم. ويقول المسحراتي لأهل المغنى: كفاية غنى علينا وارحمونا يرحمكم الله. ويقول المسحراتي لزمن الفوازير: يا شارع الفوازير مشيتك أنا كتير، بعد نيلي وشرهان أجيب أنا مين، فينك يا فطوطة فينك، سمورة راح فين، يا شارع الفوازير.